أهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة ويلا نصلي. من أقوال القديس أغسطينوس، صلاة البار مفتاح السماء وبقوتها يستطيع كل شيء. مهتمين في حلقتنا يكون لينا الصلاة اللي تغير، تغيرنا وتغير الظروف اللي بنمر بيها. وأهم أساس للصلاة الصلاة بإيمان، ونقدر نقول من كلمات القديس أغسطينوس إن الإيمان مفتاح من المفاتيح الأساسية اللي تفتح السماء، لأن البار بالإيمان يحيا. في أمور تزيد إيماني وتثبته، وفي أمور تاني تسرق الإيمان وتضعفه. ده موضوعنا مع أبونا غطاس سمير، راعي كنيسة السيدة العذراء والملاك مخاييل ببياض بني سويف. بس أفكر حضراتكم إننا منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم طول فقرات البرنامج على الأرقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة، وكمان متواصلين على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. نصلي إن الله يكون بيتكلم لقلوبنا وإحنا بنسمع أبونا غطاس، ونرجع نكمل. رحب بقدسك يا أبونا. أهلا وسهلا بيك. وإحنا بنتكلم على الإيمان والصلاة بالإيمان، عايزين نعرف إزاي نمارس الإيمان عملي. ده سؤال جميل جدا، إزاي نمارس الإيمان عملي؟ ده حاجة جميلة. ليه؟ لأنه أنا لو أدركت أن أنا ابن لله، فأنا لازم أمارس هذه البنوة. فممارسة الإيمان هو ممارسة البنوة. ممارسة البنوة دي محتاجة مني أني أبقى عندي بساطة، ويبقى عندي شغف، ويبقى عندي تلقائية. فأنا لما بشوف بابايا بجري أرتم في حضنه، لما بشوف بابايا بطلب منه اللي أنا عايزه. حضرتك شفت في مرة طفل صغير راجع من الحضانة قاعد حط إيده على خده، مالك يا حبيبي؟ في الحضانة طالبين مني كراسة، وطالبين مني قلم، وطالبين مني أستيكة، وطالبين مني براية، وأنا مش عارف أعمل إيه. شفتي حضرتك ده؟ بتأكيد لأ. هو يجي من الحضانة يرمي الشنطة ويرمي كل حاجة ويطلع يجري يلعب، ويروح لباباه على فكرة أنا عايز قلم وأستيكة وبراية ومسطرة، ويطلع يلعب. فحد يمسكه، أنت مش جاي من الحضانة؟ ما طلبوش منك حاجة؟ طلب شوية حاجات. طب وانت ايه موقفك؟ موقفي ايه؟ انا قلت البابا. ايوه انت قلت البابا. خلاص انا قلت البابا. شايف ببساطة؟ طالما قلت البابا خلاص انتهت. فاول حاجة تخليني اقدر امارس ايماني احساسي ان الله بابايا، وان اتعامل مع بابايا بكل تلقائية، بكل ثقة. طالما حطيتها عنده خلاص، طالما سبتها له فهو مسؤول عنها. يعني أول خطوة إن أنا أشوف إنه الله بابا. تمام، الله بابا وأنا بثق فيه، فاللي أنا هقوله خلاص. عشان كده أنا عندي كلمتين مهمين جدا، التوقع والانتظار. الطفل الصغير وهو بيقول متوقع إن بابا هيجيب، ويجيب أحسن حاجة. بابا هيروح المكتبة يدور لي على أحسن كراسة، وعلى أحسن مسطرة، وعلى أحسن استيكة عشان يجيبهم لي، عشان أنا ابنه، أنا مهم عنده. فإحساسي بالبنوة ده بيخليني مصدق قوي في بابايا، فمتوقع أنه يعمل. في مرات كتير بنصلي وما باش عندنا توقع. زي إيه؟ أنت عارفة زكريا وإليصابات ما كانوش بيخلفوا، بعدين زكريا جت القرعة بتاعته عشان يدخل الهيكل يبخر في على قدام مذبح البخور، وهو بيعمل كده ظهر له الملاك فخاف. ليه خاف؟ لأنه ما كانش متوقع. بعدين الملاك بيقول له إيه؟ طلبتك سمعت. نعم، طلبته سمعت. أنا وطلبة دي واضح إن زكريا وهو شباب لسه كان نفسه يبقى عنده طفل، فكان بيصلي كتير هو الإصابات لأن إحنا محتاجين طفل. فواضح إنه فات وقت طويل وهو نسي الطلبة، فربنا بعت الملاك يقول له أنا سمعت الطلبة بتاعتك. ياه، ده أنا نسيتها. ياه، ده أنا حتى التوقع بتاعي إنك تعمل حاجة راح. ده يجي الكلمة التانية، إن أبقى منتظر إن ربنا هيعمل، حتى لو الوقت طول شوية ربنا هيعمل. فالملاك قال له لأ، ربنا منسيش الطلبة بتاعتك،
وربنا هيديك طفل، بس مش اي طفل، وده التوقع ان ربنا هيديني احسن حاجة. فمش هيديني اي طفل وخلاص، ده هيديني اللي قال عنه رب المجد يسوع نفسه اعظم مواليد النساء. فلو انا صليت من غير ما يبقى عندي توقع الاستجابة، والاستجابة الجميلة، عشان كده كل الايات اللي بتتكلم عن الصلاة بتتكلم عن التوقع. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. التوقع بس انا بنسى، يعني لما احط طلبة وتقعد ايام واسابيع وشهور. جميل بقى ان انا مصدق انه ما بينساش. ما هو زكريا كان عنده طلبة ونسيها. تخيل بقى زكريا الكاهن الذي بلا عيب اللي كان بيسلك في وصايا الرب نسي الطلبة بتاعته وما كانش عنده توقع، وبعدين الانتظار طال، فايه حتى الطلبة زي ما حضرتك بتقولي نسيها، لغاية ما ربنا بعت له الملاك وقال له تبقى صامت لغاية ما تشوف بعنيك. بعنيك دي مشكلة كبيرة قوي عندنا، ان احنا مرات بنصلي بدون توقع وبدون انتظار. طب ايه لازمتها الصلاة؟ الايمان، الايمان ممارسة الايمان ان يبقى عندي توقع، وانا بصلي انا متوقع ان ربنا هيعمل، انا متوقع ان ربنا هيمد ايده، انا متوقع ان ربنا هيدخل ايا كان الطريقة اللي هيدخل بيه، بس هيدخل. والحاجة التانية ابقى منتظر. الايات بقى بتاعت الانتظار دي كتيرة جدا. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. بس ليه بيقول انتظارا انتظرت؟ معناها ان العملية ايه؟ طالت. وانا بقول لأعزائي المشاهدين، لو انت عندك طلبة اطلبها وانت متوقع. ليه متوقع؟ لان انا بطلبها من بابا، وبابا عظيم، وبابا يقدر، وبابا يعرف يعمل احسن حاجة. والامر التاني اطلبها وانتظر. وعايز اقولك على حاجة، التوقع بيفرح قلب ربنا. ليه؟ لانه انا متوقع انك تشتغل لانك انت بابايا، فده بيخليه فرحان ان ابنه واثق فيه. الحاجة التانية انا منتظرك عشان عارف انك انت بتعمل لي حاجة احسن حاجة. فلما ربنا بيشوفني منتظر بيعمل حاجة تاني مهمة قوي، بيشجعني، يعني يستجيب وبيشددني. اسمع بيقول ايه؟ منتظري الرب يعمل ايه؟ يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور. مش بس كده، انتظر الرب فليتشدد وليتشجع قلبك، واعمل ايه؟ وانتظر الرب. يعني لما ربنا بيلاقيني منتظره وبيلاقيني متوقع عمله مش ممكن يخزيني. في حاجه جميله قوي، منتظر الرب لا يخزون، مستنيين ربنا ما يكسفهمش، ما يحرجهمش. فعشان كده انا بتعلم حياه الايمان وبدخل للعمق في حياه الايمان بالبساطة الطفل وبالتوقع. أنا متوقع أن ربنا هيعمل. بس أنا نفسي أقول حاجة في الحتة دي، أنه ابدأ بحاجات صغيرة. زمان كنا مجموعة أصحاب كده ساكنين في العدرة المعلقة، وبعدين كنت أنا مفروض أن أنا هروح المستشفى القبطي وبعدين أركب أروح الحي العاشر. ده كانت حاجة صعبة جدا، فكان أبونا بيعمل لنا درس كتاب كده وكان بيتكلم عن الإيمان. فايه ابتدى يقول لنا احنا عايزين نبدا ايماننا شويه شويه، يعني ندخل في خبرات صغيره صغيره مع ربنا، والخبرات الصغيره الصغيره دي هتكبرت. وانا بدعو كل المشاهدين ان احنا نعمل التدريب ده، ان احنا نبدا نطلب طلبات صغيره من ربنا. وبعدين انا بالليل وانا بلعب في النادي بتاع الكنيسه وقعت، فرجلي مش بقدر امشي عليها وربطتها، وكانت قصه كده. وركبت لغايه ما وصلت المستشفى القبطي، ومفروض ان انا اركب من المستشفى القبطي للحي العاشر. وبعدين وانا عند المستشفى القبطي لقيت كل الاتوبيسات بتاعت الحي العاشر دي بتيجي فوق بعض. انت عارفه بقى الاتوبيسات اللي كانت الناس بيبقوا جوه الاتوبيس وبره الاتوبيس وكده. ايوه. فمنظر مشهد يعني، وانا بقى رجلي مربوطه وبحجل، فمش عارف. فقلت الله، طب ابونا امبارح كان بيكلمني عن حكايه ان انا اطلب طلبات صغيره، يا رب انت شايف رجلي وانا مش هقدر اقف في الاتوبيس ولا هقدر اتشعلق بالطريق، يا رب ممكن هقعد، ممكن يعني حاجة تيجي اعرف اقعد فيها. يعني فايه لقيت اتوبيس جه، وتوقعت بقى ان انا هقعد، لقيت الاتوبيس مليان جدا والناس متشعلقين. مشي كام خطوة الاتوبيس كده ووقف، ولقيت الناس بتنزل.
ظهر بقى حد اختلف مع السواق، حد اختلف مع اللي بيقطع التذاكر، فالراجل قال له يا جماعه الاتوبيس عطل انا خلاص مش مكمل، وانا بقى ايه لاني رجلي تعباني فبمشي على مهلي بقى وعمال ازك على رجلي كده لغايه ما وصلت الباب اللي هو قصاد السواق. قلت له معلش انا رجلي وجعاني، حضرتك رايح العاشر ولا خلاص؟ قال لي اركب. ركبت ابص في الاتوبيس لقيت الاتوبيس كله فاضي. قلت له انا عايز كرسي مش عايز اتوبيس فاضي. اي نعم دي حاجه صغيره خالص بس حسيت ان ربنا بيقول لي انا هنا. وهو ده اللي يكبر ايماني، انه انا لسه صغير في علاقتي مع ربنا، فانا محتاج ان انا اطلب طلبات صغيره. المشكله يا قدس ابونا انه ساعات كتير بتحصل معانا مواقف كده بس احنا مش بناخد بالنا. في حاجتين بيموتوا الايمان، الصدفه والحظ. الكلمتين دول غالبا الشيطان زرعهم في عقل الناس علشان يوقع ايماننا، فبقيت كل الحاجات الحلوه اللي بتحصل في حياتنا يا صدفه يا حظ، وكأنه ربنا مش موجود. وكأن ربنا مش موجود. لا، أنا عايز أقول لعزيزي المشاهد إن كل حاجة الحلوة بتحصل في حياتك دي بترتيب ربنا. فأنت لو صدقت ده، ده اللي هيكبر إيمانك. وده معناه إن الشيطان خايف من إيمانك ده. عشان كده بيحاول ما يخليكش تصدق، وبيحاول يحط لك الصدفة والحظ. فكل حاجة تحصل في حياتك صدفة وحظ. لكن لو أنت ابتديت تقتنع إن كل حاجة حلوة بتحصل في حياتي من إيد ربنا، إيمانك هيكبر. بالظبط كده. يعني زي ما في طفل صغير يبقى شويه مش حاسس ان بابا ممكن يعمل له اللي هو عايزه، فيجي في مره يقول له بابا عايز اجيب كيس شيبسي. خد يا حبيبي، ده جاب اداني كيس. طب بابا انا عايز كيس شيبسي وعايز مصاصه كمان. حاضر خد. بعدين بابا هو انت بتديني ليه؟ حبيبي انت ابني، انا عايز افرحك، وثقتك فيا دي حاجه جميله قوي. عشان كده لو انا بطلت انسب كل حاجه في حياتي للصدفه وللحظ، واعرف ان حياتي هي من ايد ربنا، وان ربنا هو اللي بيفرحني، وان ربنا هو اللي بيعمل لي الحاجات الصغيره، وانه مهتم بالحاجات الصغيره، ده مع الوقت بيكبر ايماني. فخلينا نبدا بخبرات صغيره مع ربنا. كل ما ربنا يعمل معايا حاجه صغيره اقول له اشكرك يا رب، دي من ايدك يا رب، وبقى عندي توقع انه ربنا هيعمل. يا سلام لو انا فضلت اقول طول الوقت ربنا هيعمل، ربنا هيتدخل. فاكرين الكلمه الحلوه اللي علمها لنا قداسه بابا شنوده؟ كل الخير. كانه عايز يقول كل الخير جاي من ربنا، زي ما احنا بنقول في صلاه الشكر كده صانع الخيرات. ابليس عايز يوقع ايماننا في ربنا، عايز يخلينا مؤمنين بالحظ وبالنصيب، لكن مش مؤمنين ان ربنا ليه مشيئه هي خير وهي حب وهي عطاء في حياتنا. والمواقف الصغيرة هتكبر الإيمان. لكن كمان خلي بالك، احنا قلنا دلوقتي التوقع والانتظار، وان انا اعيش كطفل، وان انا ابطل حكاية الحظ وال وبعدين بقى الناس الناس بقى من كتر هم مستنين الحظ فحاسين ان الحظ مش بيجي لهم، لدرجة انهم عاملين اغاني على كده انه الواحد مستني الحظ ومستني النصيب، وانه حظه ما بيجيلوش ونصيبه ما بيجيلوش. بس عايز اقول لعزيزي المشاهد، انت حياتك مش فيد الحظ ولا فيد النصيب ولا فيد القسمة ولا فيد الظروف، انت حياتك في ايد ربنا. الهنا هو ضابط الكل، الهنا هو اللي ممشي كل الكون ده، الهنا هو اللي بيشق في البحر طريق، الهنا هو اللي بيطفي قوة النار. يا ريت تتعلم ده. امين امين. احنا محتاجين نصلي بالمعنى دوت. امين. نصلي وانا نفسي ان كل اللي بيشاهدونا يصلوا معانا ويقولوا يا رب انا عايز ايماني يكبر، انا عايز ثقتي فيك تكبر. بسم الاب والابن والروح القدس للواحد امين. يا رب انا طفلك، انا صغيرك، ايماني صغير يا رب، ممكن تكون معرفتي كمان ليك صغيره، وانا مش هطلب حاجات كبيره لان انا لسه صغير، لكن انا هطلب ان اعرفك اكتر وان ايماني فيك يزيد ويكتر. فانا عارف انك هتشجعني، وانا عارف انك هتمسك ايدي، وانك هتكبرني شويه شويه. فانا يا رب بطلب ليا ولكل المشاهدين انك زي ما كنت بتظهر لابونا ابراهيم تشجعه وتقوي ايمانه، انك كمان تدينا رب كده زي فلاشات في الطريق ومعاملات تكبر إيماننا. يا رب أنا بثق
نحن من عائلة قديسين أبطال إيمان، ونفسنا نتعلم زيهم، ونفسنا نتشبه بيهم، ونفسنا ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتشبه بيهم بجد، ويكون عندنا إيمان قوي إنك إله عظيم تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. صلوات وطلبات كل قدسيك، اسمعنا واستجيب لنا، لك كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين آمين. بنشكر قدسك جدا يا بونا. سيليك. أعزائي المشاهدين، زي ما قال أبونا، التوقع والانتظار هو ممارسة الإيمان، والصدفة والحظ نخلي بالنا منهم لأنهم بيسرقوا الإيمان السمين اللي بتتبني عليه حياتي الروحية. نسمع ترنيمة ونرجع نكمل مع دكتورة إيناس. رجعنا وبنكمل حلقتنا، ويسعدني أرحب بضيفتي دكتورة إيناس عادل. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة إيناس، خادمة كلمة مباركة ومقدمة برامج فضائية ناجحة ومرنمة. دكتورة إيناس، بيجينا سؤال بيقول
ليه واحنا بنصلي بنحس انه كأن الصلاة بتطلع لغاية سقف الأوضة وترجع تاني، او كأن الصلاة السماء مقفولة قدام صلاتنا ومفيش استجابة؟ بصي، خلينا لو هنتكلم عن الصلاة نتفق على حاجتين. اول حاجة انه نية الله انه يسمع ويستجيب، يعني داود يقول عليه كده في المزامير: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. وهو نفس ربنا قال: اسألوا تعطوا، كلنا حافظين، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يعني نية قلب الله إنه يسمع، مهتم جدا بكل التفاصيل اللي بحكيها له، عايز يستجيب، وما عندوش حد أغلى مني. يعني هي البداية مشجع في الحاجة الأولانية. أكيد الحاجة التانية بقى، حاجة التانية إن إحنا أحيانا من غير ما ناخد بالنا بنعمل حاجات أو بنصلي بشكل يخلي يعطل استجابة الصلاة. يعني أنت بتقولي ساعات أحس إنه السماء كأنها مقفولة، طب ما هو جايز أكون داخل بمفتاح غلط. يعني إيه مفتاح غلط؟ الكتاب المقدس اتكلم، رب المجد نفسه اتكلم في 3 إصحاحات ورا بعض في إنجيل يوحنا 14 15 و16 4 مرات عن مفتاح مهم جدا من مفاتيح الصلاة. تعالي نقرأ مع بعض كده الآيات، بتقول: مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. فيقول لهم: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. 4 مرات يقول رب المجد: هتدخلوا تصلوا، أنا بديكم بقى مفتاح من عندي، صلوا باسمي والله يستجيب. طب ما إحنا في الصلاة الربانية بنقول بالمسيح يسوع ربنا، ودي حكمة الكنيسة إنها أضافت الجملة دي: بالمسيح يسوع ربنا. لكن زي ما قلت لك، المشكلة إن إحنا أحيانا من غير ما ناخد بالنا ما بنعملش كده. عارفة يعني إزاي؟ هقول لك إزاي. الحاجة ساعات تبان قوي بعكسها. يعني إيه؟ عكس إني أصلي في اسم يسوع هو إني أصلي في اسم نفسي. حتى رب المجد في مرة عاتب اليهود، قال لهم: أنتوا مش قابليني لأن أنا جاي باسم أبي، لو أتى آخر باسم نفسه بتقبلوه. وكأنه حط اسم نفسه، اسم الشخص، قدام اسم يسوع. أو يعني إزاي؟ بمعنى اسم نفسي يعني ما يخصني، ما يخص دنيتي، مفاتيح مختلفة ساعات بدخل بيها زي ما بقولك، وللأسف من غير ما أخد بالي. زي مثلا مفتاح مكتوب عليه تضحياتي، أنا مضحي. ويمكن أكتر ناس بيقعوا في الحتة دي من غير ما ياخدوا بالهم بيبقى هو الأباء والأمهات. يعني بيبقى جوايا إحساس إنه يا رب ده أنا يعني ضحيت كمية تضحيات، ده أنا بفضل كل واحد في البيت على نفسي، ده أنا بموت نفسي علشان كل حد. وأبقى متخيل إنه ربنا لما بيشوفني مضحي قد إيه كده هيقول: آه طب أنا أسمع عشان خاطر هي مضحية جدا. بس ده اسم مين؟ ده اسمي، ده اسم نفسي. مفتاح تاني بقى عايزة أقولك وبرضو خداع: مفتاح الظلم، إني مظلوم. ساعات بنبقى مظلومين قوي في أي وضع من الأوضاع، مظلومة في الشغل، مظلومة في البيت، مظلومة. مرة زوجة قالت لي: أنا بتالي ربنا بيسمع لي بس عشان خاطر أنه من الجزء بيعمله فيا. كل دي دنيا مين؟ نفسي. دنيتي أنا. طب يعني بس ربنا ما يقدرش أنه أنا أكون بتظلم؟ يقدر قوي أني مظلوم، ويقدر قوي أني مضحي، ويتدخل ويقول في كل دي قوم تضايق. بس مش دي الدالة اللي أدخل على حسها أقول له: يا رب اسمع، ولا إني أقف قدام الله وأقول له: يا رب أنا زي ما قلت لك وللأسف من غير ما أخد بالي، بس أنا بعمل كده إنه: يا رب أنا بص أنا ظلمت قد إيه، بص أنا ضحيت قد إيه. فأتخيل إنه ربنا هيسمع عشان كده. ربنا يتدخل في حياتي أه، لكن مش يقبلني عشان خاطر كده، مش يسمع صلاتي عشان خاطر كده. لأنه كل ده اسم مين؟ زي ما قلت لك كل ده بيلف في دنيا مين؟ نفسي. نفسي، أنا داخل بنفسي، داخل باسم نفسي. بس ده مش هو ده اللي يدخل. هو قال كده بوضوح، قال إنه أنتوا ليكوا دالة وليكوا مفتاح وليكوا اسم عظيم تدخلوا بيه وتلاقوا السماء مفتوحة يعني بوسعها قدامكم، اسم يسوع. عارفة يشبه إيه اسم يسوع لو كده بلغة التكنولوجيا بتاعت دلوقتي؟ عارفة الباسورد بتاعت الموبايل أو اللابتوب؟ أنت لو حاطة باسورد للموبايل بتاعك أو اللابتوب ممكن يتفتح من غيره؟ لا طبعا. اسم يسوع هو الباسورد. ادخل بالباسورد تلاقي السماء مفتوح. ده احنا احيانا بنقع بقى في مطب تاني، انه اقول ايه؟ انه انا اليومين دول انا كويس جدا ومظبط نفسي زي الفل ومواظب على الصلاه والخدمه بروحها والقداس وايه والدنيا جميله، فاقف بقى ايه داخل بخدع الصلاه وانا ايه فرحان بنفسي وداخل بقى اقول: يا رب انت اكيد هتسمعني النهارده. ده اسم مين؟ طب يعني ربنا ما يقدرش ان انا ابقى يعني في الحاله الروحيه الكويسه دي يعني
الالتزام فيها. الالتزام متقدر قوي والله بيكافئني عليه مكافآت أرضية ومكافآت سماوية، لكن ستيل هنرجع ونقول مش دي الدالة اللي أدخل بيها. هتكافئ عليها وهشوف بركة ده في حياتي لكن وقفتي في الصلاة ودخولي وطلبي أي طلبات من الله في دنيا نفسي وباسم نفسي، لا مش هو ده اللي يسوع قاله. وبعدين احنا لما هنكتشف شوية يعني اسم يسوع هقول ايه ده؟ طب وانا ايه اللي دخلني بكل اللي عندي ده؟ ده اللي عندي ده ولا حاجة، ولا متاح ليا اسم يسوع بكل المجد اللي فيه. هقولك أبونا تدرس يعقوب اتكلم على اسم يسوع وقال كده على الصلاة في اسم يسوع، قال ايه؟ تعالي نقرا مع بعض. بيقول يطلبون لا خلال امكانياتهم البشرية، اهو مش في خلال انا اقدر اعمل ايه ولا استحقاقاتهم، انتوا بتطلبوا مش هتطلبوا في ده، هتطلبوا ايه؟ بل باسم المسيح. يعني ايه؟ وخلال عمله الكفاري موضع سرور الاب. رب يسوع ارضى الاب بالتمام على الصليب، ارضى الاب بالتمام، عمل لما احنا كلنا حافظين قال ايه؟ قد اكمل، كل ما يمكن عمله عمله. بدل ما ادم كان مش قادر يظهر ولا يبان قدام الله، جاء يسوع وزي ما بنقول في التسبيحه ايه؟ اخذ الذي لنا واعطى الذي له. كل ما ليا، كل ما ليا الكويس والوحش واللي عملته واللي ما عملتوش كل ده، كل ده ايه؟ خلاص خده واداني بقى ايه؟ اللي ليه. شوفي اللي ليه هو ايه؟ هنا يقول خلال عمل الكفاري موضع سرور الاب. يسوع فرح قلب الاب. تخيلي انه انا بقى داخل في اسم يسوع ده اللي فرح قلب الاب، اللي ارضى الاب بالتمام، انا عايز ايه اكتر من كده؟ كانت في قصه زمان مؤثره قوي، كانت بتحكي على اتنين شبه بعض بالظبط. واحد منهم اجرم واتحكم عليه بالاعدام. الشخص التاني البريء كان شخص عظيم جدا وليه مكانه قويه وليه مكانه عاليه قوي في المجتمع، وكان شخص بار، كان بيحب قوي الشخص اللي يشبهه بالظبط ده. فقرر في يوم انه انا هاخد مكانه. راح له الزنزانه ومن غير ما حد ياخد باله بسرعه بسرعه راحوا مبدلين اللبس مع بعض. البار البريء لبس لبس الاعدام، والتاني لبس اللبس الخطير، لبس الجميل الرائع بتاع الشخص الكويس قوي ده. وخلصت الزياره، ده خرج وده أعدم، البار أعدم. والتاني بقى المجرم خرج، بس خرج لابس لبس مين؟ البار، لابس لبس البار. يدخل أي مكان إيه؟ تتفتح له الأبواب، يدخل أي مكان. هو خرج ما خرجش باسمه على فكرة، خرج باسم مين؟ البار. بالاسم التاني. خرج بالاسم الحسن. أنا ليا كده، ليا إني أدخل في كل مرة بقفل بابي، بدخل مخدعي، بدخل بقول يا رب انا مش جاي لك في اسم نفسي ولا في اللي عملته حلو ولا في اللي عملته وحش ولا في التضحيه ولا في الظلم ولا في كل الكلام ده، انا جاي لك في اسم يسوع البار، جاي لك بس تخبى فيه، جاي لك وانا لابس التوب الابيض. فاكره التوب الابيض خدناه امتى؟ في المعموديه، خدناه في المعموديه. التوب متقدم ليا انا، بس ساعات حد من الخدام قال كلمه اثرت فيا قوي، قال للاسف ساعات بس بيبقى التوب ده متعلق في الدولاب عندي وانا مش واخد بالي. ما نطلع الأتواب بتاعتنا البيضة من الدواليب بتاعتنا، نلبسها ندخل بيها لمحضر الله، ندخل بيها للآب نجد قبول. بس هي كمان أكيد الأتواب اتوسخت، الكنيسة يعني ما حرمتنا، أكيد الكنيسة قدمت لنا إيه مع التوب الأبيض؟ الزنار، قدمت لنا زنار أحمر، دم يسوع اللي طهر من كل خطية. أنا ليا في كل مرة، في كل مرة بدخل وبصلي ايا كان، بشكر ربنا ايا كان ليا طلب، ايا كان عندي مشكله، انا بدخل وبقول يا رب انا مش جاي لك في اسم نفسي، انا جاي لك في اسم يسوع اللي ارضاك. انا كل اللي بعمله ان انا بكفر بالتوب بتاعي، بكفر يعني ايه؟ بقول يا رب برفضه بالظبط زي ما انت بتقولي، ما بس مش نافع. وزي ما بقول لك انا ايه اللي يخليني اتمسك؟ قولي لي حاجه واحده تخليني اتمسك بهذا الثوب، وانا متقدم لي ثوب رائع رائع الجمال ابيض وأرض الأب تمام. متقدم لكل حد هذا التوب؟ لكل حد، لكل حد بلا استثناء، لأنه حتى الكتاب قال كده أنه به يعني بيسوع بنتقدم، بنتقدم بثقة. فأنا ليا أني أتقدم في اسم يسوع. خلينا بس نفتكر في كل مرة ندخل نصلي كده أن أنا داخل ومعايا الباسورد بتاعتي. أيوة. اسم يسوع. أمين أمين. بنشكر حضرتك جدا وعلى وعد باللقاء في حلقة تانية. أشكرك. أعزائي المشاهدين، لينا باسورد يتفتح السماء قدامها، ندخل كده باسم يسوع
لا باسم تضحياتي ولا باسم ظلمي ولا باسم أي حاجة حلوة أنا أكون عملتها، اسم يسوع تتفتح السماء قدامه. نطلع فاصل ونرجع نكمل. أعزائي المشاهدين، بنكمل حلقتنا، ويسعدني أرحب بضيوفي معنا لأول مرة، المرنمة المباركة فينا إيميل. أهلا بك يا فينا. أهلا بك يا نرمين. فينا من فريق كورال شيري ماريا، وهنقضي وقت هنتبارك ونفرح معاك يا فينا الوقت اللي جاي. أمين. ومعنا كمان أستاذ نشأت مكرم. أهلا بك أستاذ نشأت. أهلا بك. بيسعدنا الصلاة معاك يا أستاذ نشأت، وأنا بتبارك في وجودكم معايا. أمين. عايزين ندخل محضر الله بالترنيمة. عايزة في البداية كده عايزة أقول له يا رب، بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك نظر ليك. يا رب عايزة أدخل في محضرك، بحط قدامك همومي ومتعبي ومشاكلي، لأنك أنت الولي وأنت سندي، مفيش حاجة بتتحل غير بحضورك أنت، غير بيك أنت يا رب. أمين. أمين. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة واصدق ان وعودك قوة لذاتي، وفيك انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل عرش النعمة واصدق إن وعودك قوة لذاتي، وفيك إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أمين. نثق كده أنه في بداية فقرتنا أنه الله بيسمع للقلوب اللي بتتضرع وبيسمع ليها يعني. أمين. وتشتاق لحضوره. في آية بتقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ودكتورة إيناس كانت بتكلمنا على الصلاة في اسم يسوع. عايزين الفترة اللي جاية كده نكون بنصلي بالإيمان باسم يسوع. أمين. ده طبعا امتياز لكل شعب الرب أن يكون لنا الاسم الحسن اللي بنتقدم أمام عرش الآب، فيكون لنا القبول، يكون لنا النعمة، ويكون لنا الرحمة، يكون لنا الاستجابة. يقول الكتاب كده عن رب المجد يسوع، لما كان الملاك ظهر ليوسف قال ستلد ابنا عن العذراء مريم وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسم يسوع يخلص من الخطايا، من الدقات، من الأتعاب
اسم يسوع مبهج القلوب، يشفي من كسر القلوب. اسم يسوع بيفتح لنا باب السماء. لكن في البداية عايز أقول مقولة كان أحد الكتاب قالها، يقول إن الانتصار يبدأ باسم يسوع على شفاهنا، ويكتمل بتصور طبيعة يسوع في قلوبنا. الانتصار يبدأ باسم يسوع، دي بداية لنا السلطان باسم يسوع. لكن الحياة وجمالها وروعتها وانتصاراتها وكل البهجة اللي فيها بتصور طبيعة يسوع في قلوبنا، نعيش له ونكون ليه، ونسلمه حياتنا. أمين. فاسم يسوع يكون لنا فخر وعزة وانتصار وخلاص وخلاص. أمين. 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 إحنا نبتدي ناخد طلبات الصلاة. أمين. أفكر حضراتكم إنه منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي هتظهر قدام حضراتكم، وكمان على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. طلبة صلاة من بنت الرب أخدت قرار إنها تتوقف عن العمل، وتريد إنه الرب يريحها لهذا القرار. يعني عايزة كده أن القرار يكون من إيد ربنا يعني. أمين. نصلي ورب يرشدها. يرشدها. أمين. نتحد كلنا في الصلاة من أجلها. أمين. بسم الله والابن الروح القدس الأحد. أمين. نبارك اسمك، نشكرك، جايين لك في الاسم الحسن، في اسم يسوع تسمع لطلباتنا وتضرعاتنا. وأشكرك وبارك اسمك، لأنك يا رب لما نكون في حيرة أو في وقت اتخاذ قرار وقدامنا أكتر من سكة، إحنا بنجي عشان ترشدنا وعشان تقودنا. أنا بسألك من أجل بنتك يا رب. نعم يا رب، أنت ترشدها، وإذا كان في راحة في قلبها يا رب ميز جواها يا رب في اسم يسوع، أن يكون الراحة دي من روحك يا رب. في اسمك احميها من أي يا رب قرارات خاطئة، لكن نسأل من أجل إرشاد روحك القدس ليها يا رب، فلا تزل ولا تحيد يمينا ولا يسارا يا رب. اعطيها من قبلك قرار صائب يا رب، وقرار ناجح يا رب. أمين. احفظ خطوتها، لا تزل خطوتها أبدا في اسم يسوع. نسأل يا رب تاني من أجل إرشاد الروح القدس، روحك يا رب يرشدها. أمين. شكرك تحفظها وتصونها. نعم، وجهك يسير أمامها فتريحها يا رب. أمين. في اسم يسوع المسيح. نشكرك. نعم، إن مكتوب أنصحك أرشدك أعلمك الطريق، عيني عليك. أمين. يا رب نأمنك. أمين. على طلبة بنتك النهاردة يا رب، من أجل قرارها يا رب في اسم يسوع المسيح، لكل المجد. أمين. 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 إحنا معنا بنت الرب من أسيوط. ألو. ألو. أيوة، أنا بنت الرب أسيوط. أهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك على الهواء. أي حبيبتي، ألو. ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ أه حبيبتي، أنا ما خالص، أنا عارفة المعلومة دي. أه اتفضلي. أي حبيبتي، أنا بشكركم قوي قوي، حابة أقول لكم البرنامج ده رائع، أكتر من رائع. شكرا جدا، كل فقراته كلها جميلة، كل جزئية فيها رائعة، ورب يكلمنا من خلال كتير قوي قوي. أنا شخصيا بيبقى معايا، بحب أسمعه قوي. ربنا يستخدم طول الوقت. مشكرا. أنا فرحانة إن بنات زي ناس حلوة زيكم كده، البرنامج حقيقية زي كده. الله يخليكي، الله يخليكي، شكرا ليكي. في أي مشاركة تحبي نصلي ليها؟ نعم حبيبتي. في أي طلبة صلاة حضرتك عايزة تبلغي بيها؟ لا حبيبتي، لا أنا بس حابة أشجعك، حابة أقول أمين. 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 حلو إن كلنا نكون بنصلي للطلبات اللي بنقراها واللي بتجيلنا، وكل شعب الرب في كل مكان يكون بيصلي ويأمن على الطلبات. ربنا يباركك. شكرا. شكرا لاتصالك. انا بنشكرها من اجل التشجيع حالينا، ونتمنى تكون دائما كمان معانا كفريق صلاه تساعدنا في الصلاه وتدعمنا في الصلاه من اجل كل الطلبات. ربنا يباركك. امين. احنا معانا ام مينا من القاهره. الو. الو. اتفضلي حضرتك على الهوا. ايوه. الو. اتفضلي حضرتك على الهوا. ايوه، انا ام مينا من القاهره. اهلا بيك. اذا كنت صلاه لابني، اخته راحت السما، فهو داخل في نوبه اكتئاب وبعد عن الرب، بعد يعني كل ما كلمه يا ابن الكنيسه والرب كده يقول لي اشمعنى هي، يعني اشمعنى هي، يعني هي اخته الوحيده ما فيش غيرها، شاب صغير عنده 26 سنه وسايبه بنوته عندها سنه ونص. ربنا يعزي قلوبكم، ربنا يعزي قلبكم. قبل كده واستجابت القناه الصلاه، انا الحمد لله الرب نزل سلام، فعايزه اخوها يتقرب لربنا ثاني، تبعد عن ربنا. امين. احنا هنصلي لمينا يا ام مينا،
هنصلي لمينا، ومعانا اختنا فاتن هتكون بتصلي، وصلي معانا. الو الو، اتفضلي يا فاتن انتي على الهوا. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. يا رب انا بحط اختي يا رب تملاها اكتر بالتعزيه وبالسلام. امين. وبصلي لابنها يا رب. أمين. انت حاسس بقلبه وجعه. أيوة. والنار اللي ماليه قلبه. أيوة. على فراق اخته. ايوه من فضلك املا قلبه. أمين. بالتعزيه. امين. انا بعلن كده انه يوجد اله، يوجد الهنا. أمين. الذي نعبده. أمين. الذي يستطيع ان ينجينا من اتون النار المعتقده. أيوة. انت تقدر. أمين. تنجيه من نيران الحزن والوجع. أمين. يا رب اللي في قلبه. أمين. انت تقدر يا رب. أمين. تصبره وتقدر تعزيه وتقدر ترده ليك بقوه. أمين. يا رب ده ابنك الغالي على قلبك. من فضلك يا رب، من فضلك. أيوة. ارسل ملاك سلامه يحميه. أمين. وطيب خاطره يا رب، صب على جراحه زيتك وخمرك. أمين. لأجل اسمك انت حنين يا رب، خليه يلمس حنيتك. أمين. وحنانك. أمين. ويرجع لك بكل القلب. أمين. من فضلك يا رب، من فضلك. أمين. أشكرك لأنك حاسس بيه ومقدر وجعه. أشكرك، أشكرك أنه مهما تاه إيديك هتعرف تجيبه، لأنك إله عظيم تقدر تنجيه. مع شفاعة جميع مصاف قدسيك اسمع واستجيب. أمين. ليك المجد. أمين. 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 الرب صالح، الرب صالح. عايزين نصلي من أجل وديعة أنه يمد الرب ليها يد الشفاء. تفضل يا نشأة. أمين. بسم الله والابن الروح القدس الواحد أمين. أشكرك ونباركك قال لك النهاردة في أعظم اسم اللي به صار لينا خلاص من كل ضيقة من كل تعب. قال لك في الاسم المبارك البرج الحسين اللي يركض اليه الصديق ويتمنى. أمين. جاي لك في الاسم المبارك اللي قلت كل ما تطلبونه في الصلاه باسمي تنالونه. امين. اشكرك. أمين. اطلبوا باسمي، قلت لنا كده اطلبوا يا رب باسمك ليكون فرحكم كاملا. أمين. اشكرك. نصلي من اجل بنتك يا رب، من اجل شفائها، من اجل مرضها، من اجل تحنناتك، من اجل في اسم يسوع يكون لها شفاء وحريه وفكاك من كل مرض، من كل التعب. ضع ايدك عليها، ضع ايدك عليها يا رب، احميها وصنها في حدقه عينك يا سيدنا. نشكرك، نشكرك. نعم يا رب، اسمك المبارك اللي بيطرد كل رب ارواح مرض، احنا بنؤمر باسم يسوع تطرد كل ارواح مرض يا رب في اسمك المبارك. نشكرك. المس واحيي وأقم بنتك يا رب، واسمع لصراخها ولصلواتها. نشكرك لك كل الكرامة، لك كل المجد. نطلب في اسم يسوع، نطلب في شفاعة وطلبات القديسة العذراء من نور مريم. اسمع واستجيب. أمين. 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 معنا ابن الرب يعاني من سرطان، طالب صلاة أنه يمد الرب يد الشفاء ويكمل عمله في حياته. ومعنا أختنا تهاني هتصلي. ألو. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. إلهنا صالح بنشكرك من كل القلب، جايين رب حسب وعد انه نتقدم بثقة لعرش النعمة ونجد نعمة وعونا في حنين. جايين رب بنحط ابنك عندك كده رب، نطلب كده، نطلب رب شفاء لي، نسأل كده، بنسأل من اجله شفاء لرب كده من عرش النعمة. تعالى بلمسات شفاء، تعالى رب كده بلمسات لي، تعالى اتعامل مع نفسيته والمس نفسيته رب. تعالى رب فعلا افتح عينيه اكتر واكتر عليك فيفرح بيك، بيفرح بتعاملاتك ويفرح بشفائك. اشكرك لانك بتسمع لصراخنا، اشكرك لانك وعدت كده انك لم تحجب وجهك، بل انت صراخنا تسمع وتستجيب. جايين بنسال في اسم يسوع المسيح لي كل المجد. في مزمور 30 يعني شاهد آية مباركة ممكن نشجع بها أخونا، يقول كده أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. أمين. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. من يكون أخونا أو لصاحب الطلبة دي يصلي الصلاة مزمور 30. أمين. أحييتني من بين الهابطين في الجب، أصعدت من الهوية نفسي. رب بيسمع ويستجيب ويقيم وينهد ويخلص. أمين. 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 إحنا ممكن ناخد ترنيمة تانية بينا.
الترنيمة الجاية مفرحة قوي، بتقول اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مسدود، ما تعولش الهم وما تخافش. أمين أمين، ما تعولش الهم وما تخافش. ملوش حدود، ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابو مش مسدود، ويا ريت تناديله ولما تجيله الشوك هيشيله وهيبقى ورود. ما تطلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم عمرك وعليه على طول مسنود، شرك يمحي عمرك ابني حالا تلاقيه ما بقاش مهدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ما بينمشي وملوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود. أمين. في آية بتقول أريد أن تكونوا بلا هم. ربنا عارف قد إيه الهم بيتعب ويخوف، عشان كده بيقول ما تعولش الهم وما تخافش. والسر اللي يطمننا ويريحنا انه العين تتفتح وتشوف انه الله موجود. عندنا طلبة صلاة من اجل الاخت فيفي ومن اجل اوراق الهجرة، هي طالبة ان احنا نكون بنصلي يعني ليها لاوراق الهجرة. ممكن تصلي يا نشأت؟ بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. اشكرك ونباركك يا سيدنا الرب لانك كل شيء عريان مكشوف أمامك يا رب، أشكرك. كل الأمور معلنة ومكشوفة أمامك، إحنا بنصلي من أجل بنتك يا رب. جينا نقول لك يا رب زي ما قال لك عبدك، في يدك أجالي يا رب. أنت يا رب كل أموري، كل حياتي، كل مستقبلي، كل أيامي اللي جاية أنا بسلمها في إيدك. يا رب أنا جاي مع بنتك يا رب من أجل كل اللي في قلبها وكل أمنياتها وأوراق الهجرة ورغبتها في السفر. رب أنت كل شيء معلن، نطلب مساعدتك، نطلب معونتك، نطلب إرشادك، نطلب حمايتك، نطلب يا رب إن كان الأمر يا رب الخير بنتك يا رب، فتمجد ومد إيدك وساعد ومهد كل الصعاب ومهد كل الهضاب يا رب، وزلل كل العقبات يا رب. لكن كل
طلبتنا ليك يا رب من أجل أنه بنتك تكون في أمان، وبنتك تكون كل أمورها بين إيديك، مستقبلها يكون محفوظ في إيدك في اسم يسوع المسيح. إحنا بنسأل وبنطلب يا رب كمل عملك وساعد بنتك وانجحها وباركها واحفظ خطوتها. أمين. أشكرك أمين. لكل الكرامة ولكل المجد. أمين. أمين. معنا طلبة صلاة من أجل أبو كرولوس وإخواته أنه يصنع الرب سلام وهدوء في العلاقات ومن أجل أسرته. ومعنا أختنا فاتن هتصلي. ألو. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. يا رب من فضلك يا رب اصنع سلام بين أبو كرولوس وإخواته. أمين. ادينا كلنا الحكمة يا رب والنعمة اللي نعدي بيها يا رب ونصالح بعض ونقبل بعض. نشكرك نشكرك وبنجحد كل روح خصومة وكل روح حسد أحيانا بتبقى ما بين الإخوات وبعض. يا رب يا صانع السلام يا رئيس السلام تعالى حل بسلامك يا رب في وسط العيلة. تعالى حل بسلامك وأمور بسلامك حتى لو الأبواب مغلقة أنت تقدر زي ما كنت كده في وسط تلاميذك وإديتهم سلام. تعالى اصنع سلام يا رب في وسط العيلة دي كلها لأجل محبتك ولأجل إحساناتك. نشكرك نشكرك ونعظمك. أنت تصنع أمر عجيب وغير عادي. عظم العمل معكم يا رب. أشكرك لأجل اسم يسوع نرفع طلبتنا يا أبونا السماوي ونطلب شفاعة جميع مصاف قدسيك ليك كل المجد. أمين. 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 إحنا عايزين نتشجع أنه في استجابة صلاة كانت في حلقة قبل كده. أخت طالبة أن احنا نكون بنصلي عشان ابنها ترك البيت وكان بقاله يعني أسبوع برا البيت لأنهم شدوا مع بعض هو ومامته يعني. وكانت الأم في حالة صعبة لأن الأب متوفي وكانت معتبرة أنه يعني الابن هو راجل البيت. بتقول الابن رجع بس هي طالبة أنه احنا نكون بنكمل صلاة لأنها محتاجة حكمة في التعامل معه. احنا بنشكر ربنا أنه الابن رجع ودي الأمور اللي تكون بتزود إيماننا أنه إحنا بنفتكر تعاملات الله معنا. فلما نشوف حاجة حتى لو صغيرة نفضل متذكرانها علشان ده يكون بيزود إيماننا. وزي ما الله استجاب أنه الإبن رجع هيكمل عمله. أمين. فممكن نصلي علشان خاطر يعني نشكر ربنا على شيء مفرح جدا حكمة من أجل استجابته من أجل أنه الإبن يرجع وأكيد ربنا هيكمل. عايزين كلنا دايما لغة الشكر احسانات الرب نذكر دائما. أمين. نذكر دائما إجادة الرب معنا. ده شيء كمان بيزيد إيماننا. أمين. المرنم المبارك. أمين. الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. رب استجابه لم يبعد صلاته. أمين. وأرسل رحمة معنا. أمين. نعم جايين نفرح بيك يا رب. شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك على عملك. شكرا ليك على استجابتك. شكرا ليك على رحمات على رحمتك ورأفاتك علينا. شكرا ليك على رب انك انت معين وملجأ لينا يا رب. احنا فرحانين جدا بيك يا رب. فرحانين بقوتك لينا فعلا يا رب. زي ما كان ابونا بيتكلم انا راح اطلب من بابا. انا جاي لك اقول لك يا بابا وجاي اطلب منك بكل دله وبكل توقع وبكل انتظار. اشكرك لانك انت استمعت لصلوات بنتك ورجعت ابنها. كمل عملك يا رب. ثبت عملك يا رب. اتعامل مع ابنها يا رب واحفظ نفسه فكره قلبه فيك يا رب. ضع ايدك عليه يا رب يكون لك كل الايام يا رب. احنا جايين نصلي ويرد اختنا تصلي كمان يا رب من اجل ابنها لان دي طلبات الله يستجيب ليها. استلم حياه ابنك يا رب واحميه واختم على قلبه بالروح القدس يا رب. يكون لك كل الايام يا رب واحميه من كل انتكاسه يا رب. لكن في اسمك المبارك يا رب في اسمك المبارك ثبت عملك ده يا رب. ثبت عملك يا رب. واجعل البيت ده دايما فرحان واجعل البيت ده بالكامل كله ليك يا رب. ولا يكون حزن ولا وجع تاني في اسم يسوع المسيح. شكرا ليك يا رب لكل الكرامة. امين امين. احنا معانا ابن الرب من اسيوط. الو الو الو. سلام ونعمة. سلام. ازيك يا تصوني؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله. انا ابن الرب عناد حسني. اهلا بحضرتك. انا عندي اديني كم سنه عندي قلق وخوف كده واصوات وخوف من اللي حواليا ومش بعرف انام لوحدي لما معايا حد ومجلول وما بصرخ للرب وما فيش استجابه. احنا هنصلي النهارده مع بعض وصلي معانا. واخونا صفوت
اتفضل. وعنده والدتي نبيلة عم يجي الصيف يزعق وتضرب في نفسها وتقول جسمه نار وتشكي بكل حته تعبانه، ووالدتي ارمله ومالناش حد في الدنيا غير ربنا، نفسي تصلي لامها ما تتعبش التنادي، وشعره بيقع، وعند اخويا بيجي له خنجه من اسمه اشرف، واشرف عليه اللي تعبان بروستاتا وحمامه يعني صعب. محتاجين الرب يعمل معانا ويتدخل. امين امين. مش بس يتدخل ان يشفينا، يتدخل ان يلمس قلوبنا لخلاص نفوسنا. امين كده يشفينا. امين. دي طلبه غاليه جدا على قلب الرب. إيه اخونا صفوت هيصلي وانت صلي معانا. الو الو. الاب والابن والروح القدس. الو. اتفضل يا صفوت. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا الطيب الحنين، انت شايف يا رب وحاسس بمعاناه شعبك وقد ايه الشيطان ايد وتعب واذى. يا رب احنا بنباركك جدا من كل القلب لانك انت اعطيتنا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. اشكرك لانك جيت علشان تنقض اعمال ابليس، جيت علشان تنقض سلطانه من على حياتنا. احنا بنشكرك وبنبارك اسمك من اجل انك اعطيتنا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو في اسمك العظيم، بقوة اسم يسوع المسيح النصير المتجسد، بقوة الدم وبعلامة الصليب المحيي، تتكسر من على العيلة دي كل أعمال سحر وكل أعمال عرافة وكل محاربات العدو وكل شر وكل نجاسته وكل فساده. يا رب احنا بنصلي من أجل إنقاذ الأسرة دي، أخونا اللي اتكلم وأخوه ووالدته في اسم المسيح ارث الخلاص يا رب. الآن احنا بنطلب شفاعة الملاك الخبير رئيس جند الرب علشان يا رب يقدرنا في هذه الحرب ضد قوات الشر باسمك العظيم. اتكسر كل روح شرير، كل روح شرير، كل روح نفس من على العيله دي بسلطان اسمك وبقوه دمك، واتسحق العدو تحت رجليك. اشكرك لانه مكتوب رايت الشيطان ساقط مثل البرق من السماء. انا اعطيكم سلطانا ان تدوسوا الحيات العقارب وكل قوات العدو. ارسل حريه لابنك، ارسل كتاب لابنك عشان تطلب المأسورين احرار، علشان تخلص الرغبات من ابليس، علشان تنقض اعماله. لذلك احنا بنصف فيك بنقول لك يا رب العيله دي تتحرر من سلطان الكلمه وتتجه الى ملكوت محبتك، والكلام يدخل بيتهم والنوم يعرفوا ازاي يناموا مرتاحين من غير ازعاج، غير محاربات العدل الشرير. يا رب كل الام بتعاني منها الام في الام ترسل ليها الان شريه وستات، وترسل ليها يا رب الان سلام اللي في كل عقل. اشكرك من اجل لمساتك الشاكه ليها، اشكرك من اجل لمسات حريه ليها ويولدها للدين في اسم المسيح المسيح. احنا نصف انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يا رب انت المسجد ان البيت تنقص اعمال وتنقص كل اعماله الان. امين امين امين. نثق انه لينا حريه في اسم يسوع. هنصلي من اجل ام جورج للشفاء من مرضها، ومن اجل جورج انه يرسل الرب ليه شغل وانه يفك كل قيوده. ومعانا اختنا تهاني هتصلي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب بنشكرك لانك زي ما كنت في القديم، نشكرك لانك انت هو امس واليوم والى الابد. نشكرك يا رب لانه زي ما كنت موجود على الارض وكل اللي لمسوك نالوا شفاء. جايين بنسال يا رب لاجل اختنا ام جورج، يا رب جايين بنسال لاجل لمسات شفاء ليها. جايين بنحط تضرعنا امامك وبنصرخ يا رب ليه، نطلب يا رب فعلا لمسات شفاء، لمسات شفاء ليها. يا رب نشكرك لانك انت وعدت انك هتسمع وهتستجيب. نشكرك لانه احنا جايين مش ببر نفسنا، لكن جايين باسم يسوع بنسأل من اجل بنتك. يا رب بنثق يا رب جدا في انك بتسمع وبتستجيب. يا رب جايين بنطلب يا رب من اجل ابنها، اجل كل امور حياته يا رب، فعلا انه فعلا يكون بيتكل عليك انت وحدك، وبيحط بيضع كل امور حياته بين ايديك انت. بيتكل عليك يا رب خير من اي توكل على اي انسان في اسم المسيح يسوع. ديله يكون بيشوف قد ايه انك يا رب قريب في كل امور حياته، انك فعلا يا رب بتقترب اليه، وانك فعلا يا رب معين، انت اله معين.
يا رب أشكرك لأنك فعلا قريب من كل واحد فينا. أشكرك يا رب، بنطلب طلباتنا مع شفاعات وطلبات كل القديسين لكل المجد. آمين. احنا النهاردة بنطلب باسم يسوع، نذكر الشاهد اللي هو في أعمال الرسل، رجل أعرج من بطن أمه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وحدثت المعجزة باسم يسوع المسيح الناصري. عايزين النهاردة نتمسك بالاسم العظيم المبارك اسم يسوع اللي بيه يحصل لنا خلاص وشفاء مراحم. عايزين نتمسك بالاسم الحسن ده، لانه ليس اسم اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص، الاسم يسوع. النهارده يعني نخلي الحلقه النهارده وكل المشاهدين النهارده نتدرب مع بعض النهارده ازاي نختبر القوه العظيمه دي، لان ده رصيد لنا عظيم ان يكون لنا الداله دي في اسم يسوع. امين امين. احنا ممكن ناخد ترنيمه يا فينا؟ عايزين نشكر ربنا لأن هو الراعي اللي بيدي سلام. تنيمة الجاية بتقول: قال لي ما تخافش دخولك وخروجك من الخطر، هسترك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر. أمين أمين أمين. علمنا داود النبي: الرب راعية فلا يعوزني شيء. نطلب أنه نكون دايما في كنف هذا الراعي اللي لا يعوزنا شيء. أمين. اسمه برج حصين وآمن. أمين. أمان لكل العمر، طول العمر. يعني شركات التأمين بتدي تأمين لفترات محددة، لكن اسم يسوع أمان هنا على الأرض وهناك في السماء، أمان لا ينتهي. أمين 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 أمين. كان وقت مبارك وممتع. بنشكرك جدا يا فينا وعلى وعد بلقاء في حلقة تانية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل نسمع اختبار مشجع. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. الصلاة بإيمان.
اتعودت في خدمتي قبل ما انزل علشان اخدم او اتكلم عن ربنا اقول له يا رب عايز توصل ايه لولادك. كتير قوي كنت فاقد النقطة دي، وكنت بحضر كويس قوي وبتعب علشان اوصل كلمة ربنا للولاد اللي انا بخدمهم، لكن كتير كنت بلاقي الكلمة مش بتوصل لهم علشان كنت فاقد النقطة دي ان انا يا رب عايز توصل ايه لولادك. مرة من المرات كنت نازل اخدم، انا كنت في خدمة وبعدت عن الكنيسة فترة ورحت لكنيسة تانية، بعدها بفترة قالوا لي انكل تعالى معلش انت عندك الدرس المرة دي لشباب ثانوي وشابات ثانوي في الاجتماع. قلت لهم حاضر. وانا بحضر قعدت اقول له يا رب عايز توصل ايه لولادك، مهما حضرت انا مش عارف ايه المشاكل اللي عند ولادك سواء الولاد او البنات انا مش عارف. قبل ما اروح بكام يوم كده بعد ما حضرت قلت اتصل بامناء الخدمة اعرف ايه المشاكل بالظبط عشان اعمل استرس عليك على الحاجات دي، لكن لقيت حاجات بتبعدني عن ان انا اتكلم في التليفون، يا اما اتشغلت في شغلي يا اما حاجه عطلتني. المهم فهمت ان ده صوت من ربنا، لا انا مش موافق على كده. وفعلا رحت وانا مش عارف ايه المشاكل دي، لكن انا واثق في حاجه واحده ان ربنا بيكلم ولاده عن طريقي في مشاكلهم الشخصيه، هيلمس جواهم بطريقته. وفعلا ابتديت اتكلم وابتديت احكي على قصص ومشاكل حصلت مع الخدمات اللي انا كنت فيها. كانت امينة الخدمة تعرفني جدا، انا اعرفها قوي، وانا بتكلم الاقي امينة الخدمة فجأة بتبرق لي وانا مش فاهم في ايه. بعدها بشوية كده 5 دقايق 10 دقايق الاقيها وش احمر وبتبصلي جامد جدا وانا مش عارف في ايه. وكل ما تبصلي كده انا يعني انا بتوتر، هو انا عملت حاجه غلط او في حاجه قلتها غلط انا مش فاهم. بعد شويه الاقي نمنمه كده، لا طب ازاي ده، ايه ده بينها وبين بعض، هي كانت قاعده قدام فانا كنت سامع شويتين، عدى كده بتاع نص ساعه وبعد كده قالت لي انكل ثانيه واحده، وراحت ماسكه المايك مني بتقول للبنات يا بنات انا ما قابلتش انكل صمويل بقالي اكتر من 3 شهور، ما اعرفش جاب الاسرار دي كلها منين. اتاري الأسرار اللي بين أمينة الخدمة وبين البنات كل واحدة بمشكلتها الشخصية ربنا خلاني أنا مش عارف، هو بيقول المشكلة وبيقول الحلول وبيقول الأبوة الحلوة بتاعته بطريقة جميلة جدا جدا، لا أنا أعرف أنا بكلم عن إيه، ولا أمينة الخدمة قالت لي أي حاجة ولا أنا أعرف أي حاجة عن ده، لكن ربنا لمس قلب كل واحد بطريقته الأبوية. فعلا ربنا بيعمل حاجات جميلة جدا جدا جدا، بيلمس قلب كل واحد بطريقته، هو الأب وإحنا ولاده، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. بحب أرحب بضيفتي دكتورة هالة رضا. أهلا بيكي هالة. أهلا يا رمي. هنكمل وقت الصلاة معاكي ونتبارك الوقت اللي جاي. عندنا طلبة صلاة من أجل ابن الرب ثانوية عامة، عايز ربنا يعني طالب أن ربنا يتمجد معاه في النتيجة، عايزين نصلي لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. آمين. بسم الله والابن والروح القدس إلهن واحد أمين. يا رب بنحط ابنك بين إيديك ونحط كل أخواته يا رب اللي في ثانوية عامة، ونقول لك أنت قلت كده أنا هو لا تخافوا، ثقوا أنا هو لا تخافوا. قلت يا رب انه ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يا رب تستلم حياه ولادك يا حبيبي وتكون بترتب ليهم افضل حياه، تقود وترشد للكليات يا رب من ايدك، كل الشغل وللحياه كلها يا رب بنحطها في ايدك، ونقول لك تملك على الحياه بكل ما فيها، بنستودعها في ايدك، واثقين يا رب في ترتيبك لافضل حياه، لأفضل حياة لولادك. رب استلم ابنك وأطرد كده كل خوف، ادي انه يكون بيحط المستقبل كله، يقول لك املأ قلبي بالسلام واثق فيك، واثق فيك تتقدمني في كل أمور حياتي. أمين. يا سيدي رب مش أمين. بس اختيار الكلية والنتيجة، أمين. في كل أمور حياته. أمين. ليك المجد يا رب لأنك بتسمع وبتستجيب. أمين. كنا نصلي
الفترة دي من أجل الأسر كلها، لأنه أيوة. وقت دخول النتيجة توتر شديد، توتر شديد، لكن ربنا يهب سلام ويكافئ كل اللي اجتهد وتعب. آية في مزمور 27، رب نوره خلاص ممن أخاف، رب حسن حياتي ممن أرتعب. أمين. ربي يوهب الأسر كلها، الأباء والأمهات والشباب سلام من عنده. أمين. ويكلل عمل الشباب يفرح القلوب بنجاح كده، يفرح قلوبهم. أمين. عندنا طلبة صلاة بنت الرب، صلاة من أجل تعب في المعدة ومن أجل أنه يرد الرب المسلوب، وأختنا فاتن هتصلي. ألو. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. يا رب نعظمك ونباركك، شكرك لأجل وعودك، مكتوب كده لا تبكي بكاء يترأف عليك عند صوت صراخك، حينما يسمع يستجيب. يا أبونا السماوي، واثقين إنك سمعنا وحاسس بينا ودريان بينا. حط إيدك يا رب على معدة أختي واشفيها، رد لها المسلوب أضعاف، رد لها كل اللي اتسلب منها على كل المستويات يا رب. اديها تتمتع بشخصك وتثق فيك، زد إيمانها جدا يا رب. افتح عينيها فتشوفك قد كده قريب، وقد كده بتحب، وقد كده مقدر الألم والوجع. نعظمك ونباركك، ملناش غيرك يا أبونا السماوي. لأجل خاطر يسوع واسمه ودمه الكريم بنرفع طلبتنا وصلواتنا ليك. اسمعنا يا أبونا واستجب لينا مع شفاعات جميع مصاف قدسيك. أمين. أمين. عندنا صلاة من أجل سميرة، عندها روماتيزم وألم شديدة، طلبة أن الرب يشفيها شفاء كامل. أمين. 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 ممكن تصلي يا نشأ. أمين. بسم الله والابن الروح القدس الواحد أمين. أشكرك يا أبونا السماوي لأجل مقاصدك تجاه ولادك رب، خير ورحمة. كل مقاصدك تجاه ولادك رب الخير. أشكرك أشكرك أشكرك. نسأل من أجل بنتك، من أجل شفاء، من أجل رحمتك عليها، من أجل سندتك، من أجل أنك أنت لم تعطينا يا رب إلا كل خير ورحمة من عندك. احمي، مجد اسمك، عايزين لمسة منك يا رب، لمسة منك يا رب. رب احنا واثقين في عملك، أنك أنت هو أمس واليوم للأبد يا رب. المرأة اللي نزفت الدم مش بس دي اللي لمست تهب ثوبك وشفت، لكن مكتوب كل من لمس هب ثوبه شفي. احنا بنسأل بيجيلك يا رب ونلمس هب ثوبك واحنا وبنتك يا رب، لاجل شفاء، لاجل تتمم شفائها بالكامل يا رب. واثقين في عملك، نعم، واثقين في محبتك، واثقين في مرحمك. نجيلك ونقول لك المس الحياه بالكامل يا رب، مش العظام فقط يا رب، لكن المس الحياه بالكامل يا رب، المس القلب بالكامل يا رب، المس الكيان بالكامل يا رب، فنكون ليك كل ايام عمرنا. امين يا رب. فتهون علينا اتعبنا، وتهون علينا اوجعنا، وتهون علينا المنا، لانك انت معنا، ولانك انت جنبنا، ولانك انت في حياتنا. مبارك اسمك، انت اعظم عطيه. اشكرك بتدينا كله على البيعه بعد كده يا رب، الشفاء والسلام والامان والفرح كل ده على البيع، لكن انت سر سلامنا وسر اماننا وسر راحتنا. شكرا أمين. ليك على استجابتك لاجل بنتك. امين امين امين. هي طالبه الشفاء كامل. امين. الرب يكون أمين. بيشفي روح ونفس وجسد. امين امين. صلاه من اجل مريم، عندها مشكله وان الرب يزيل كل ضيق. يعني مش عندنا تفصيل للمشكله. امين. رب يتمجد. امين. الرب يكون بينظر ويستجيب ويقودها من وجه الضيق الى رحب لا حسره فيه. امين. صلاه من اجل هوزية من الجزائر، ان الرب يمد يد الشفاء. ممكن تصلي هلا. بسم الله والابن والروح القدس الهنا واحد امين. جايين لك يا رب لانك انت بار في كل طرقك ورحيم في كل اعمالك. جايين لك لأنك قلت أنك قريب لكل الذين يدعونك، بتسمع لتضرعنا وتخلصنا رب. أيوة، بنحط بنتك بين إيديك، تسمع يا سيدي رب وتستجيب وتصنع رب لأجلها، تمد إيدك وتكون بتشفي وتكون بتعين في رب في الحياة كلها.
مين. رب انت موجود مخلص يا رب، ومكتوب كده عنك انه اسمك عمانوئيل الله معنا، تكون بترافق بنتك، ترافق بنتك يا رب، تشيل عنها وترفعها بكل ما فيها من ضيقات ومن اتعاب يا سيدي الاله. ايوه يا رب، تتمتع يا رب برفقتك ومعيتك يا رب العمر كله، تحس بقربك وباحضانك اللي شايلاها رافعاها كل الايام يا سيدي. ليك المجد يا رب، ليك المجد، تمسك بايديها كل الايام. أمين. لغايه يا رب اليوم اللي نلقاك فيه. أمين. يا سيدي الرب. امين امين. حضرتك في سفر اشعياء قال كده: هوذا للسلامه قد تحولت لي المراره، وانت تعلقت بنفسي من وحده الهلاك، فانك طرحت وراء ظهرك كل خطايا. حضرتك كان رايح لوحده الهلاك لكن الرب افتداه. امين امين. احنا معانا تليفون بنت الرب من الفيوم. الو الو، اتفضلي حضرتك على الهواء. انا طالبه كنت بالصلاه، ربنا يحررنا من كل افعال شريره من الشيطان، ويكون في سلام في بيتنا، ويحررنا من التكتف. يحررنا من ايه؟ من افعال الشيطان. من افعال الشيطان، افعال السحر يعني، ويكون في سلام في بيتنا. احنا مشينا في الطرق دي قبل كده؟ لا لا مشينا. طيب احنا معنا اختنا تهاني هتصلي، وريت تصلي معنا حبيبتي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ابونا السماوي وسيد الارض كلها، بنشكرك من كل القلب لانك عطتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أشكرك رب جدا لأجل سلطانك اللي بيحرر واللي بينجي من فخ السياط. رب أشكرك من أجل أنك ترسل حرية لبنتك في اسم المسيح يسوع، زي ما علمتنا النهاردة أنه على حساب اسمك يا رب، على حساب اسمك جايين يا رب، فعلا على حساب السلطان اللي أنت اديته لنا واللي أنت علمت لنا أنه لينا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب. أيوه يا رب أشكرك جدا، أشكرك لأجل أنه عندك لكل أمور صعبة مخرج. أشكرك لأنه أنت إله السلام اللي يسحق الشيطان ويعطي بنتك سلام. أنت رئيس السلام، أنت سيد الأرض كلها. نسأل يا رب سلام يملأ قلب بنتك، وراحة راحة تختبرها كده لأول مرة على حساب شخصك يا سيد الرب، وعلى حساب اسمك يا رب. احنا جايين وبنتضرع امامك من اجل بنتك، حريه وشفاء، حريه وشفاء. امين. بنطلب شفاعه ملاك ميخائيل، وبنطلب شفاعه القديسه مارينا، بنطلب شفاعتهم وشفاعه كل القديسين لكل المجد. امين 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 امين. احنا نثق انه الهنا اعظم من كل اعمال ابليس بيعملها. ابن الرب صلى من أجل الزواج، وربنا يزيل كل المعوقات ويفتح الباب، وصلى من أجل صنع السلام والتصالح في البيت وفتح باب الرزق بقوة دم الرب يسوع، ونعرف الرب. هي طلبة واحدة يعني. ممكن تصلي نشأت؟ يا ابن السماوي جايين لك يا رب، انت ضامن أيامنا وحياتنا. صلي من أجل ابنك يا رب، من أجل الزواج يا رب، من أجل قراره يا رب. إحنا بنسأل يا رب إنه ابنك يجي لك يا رب، يخدع كل أفكاره أمنياته، ورب كل أحلامه يا رب يخدعها عندك يا رب، وكل اللي بيطلبه وكل اللي في نفسه يا رب يسلمه بين إيديك يا رب. أنا بسأل يا رب من أجل أنه كل الأمنيات تمتحن أمامك يا رب، وكل الطلبات تمتحن أمامك يا رب. أيوة. ساعات بيكون لنا رغبات أنت فعلا بتقدرها، لكن أنت عايز تحمينا ممكن من رغبات ومن أمنيات ممكن ما تكونش صالحة لنا يا رب. أنا بسألك من أجل ابنك، ومن أجل قرار زواجه، ومن أجل السلام في بيته. أنا بسألك من أجل يا رب أنه تكون أنت بترشده، وانت تقوده، وانت تفتح عينيه، وانت اللي توجهه، وانت اللي تكلمه. نعم، برأيك تهدي يا رب، برأيك تهدي يا رب، برأيك تهدي يا رب. علمنا يا رب نخدع كل أفكارنا بين إيديك، علمنا نحط كل أحلامنا بين إيديك، علمنا نحط كل أمنياتنا بين إيديك، وانت اللي توجه، وانت اللي تختار،
وانت اللي ساعدنا في القرار يا رب. اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع ساعد ابنك يا رب، واملك على فكره وتمم فرحه في اسم المسيح يسوع. امين. صلاة من أجل بنت الرب عندها مشاكل نفسية هي وزوجها، أن الرب يفك كل قيود عن حياتها، وأنه يتدخل الرب في شفاء وتحرير ليها ولزوجها. ممكن تصلي هلا؟ بسم الله والابن والروح القدس لهن واحد أمين. بين إيديك بنحط ولادك، بنقول لك أنت إله عظيم. إذا كانت الأمور صعبة والأمور النفسية بتبقى متعبة ومزعجة ومعقدة، لكن بنيجي ليك ونقول لك أنت طبيب نفوسنا، مش بس أرواحنا وأجسادنا، أنت طبيب نفوسنا، تشفي وتحرر من كل أعمال العدو الشريرة وكل الرباطات جت لنا في نفسيتنا في اسم المسيح. تحل وتفك، تحل وتفك أولادك، تحل وتفك أولادك، تحل وتفك أولادك، تحلهم أحرار، وتشفي كل اللي صنعه إبليس من تخريب رب في نفسيات أولادك. هي وزوجها يا رب اتمجد واصنع يا رب إبراء وخلاص عظيم. أنت شافي نفوسنا، أنت شافي نفوسنا. بنيجي بنتحد بإخواتنا ونقول لك أنت قلت أنه إذا اتفق اثنين على الأرض في أي شيء يطلبونه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. جايين وبنتحد معاهم ونقول لك يا رب ارحم وتحنن وإبرق وإشفي وإبطل كل أعمال العدو الشريرة في اسم المسيح المبارك. شفاعة العذراء مريم والملاك ميخائيل يا سيدي رب اسمع واستجب. أمين. أمين. طلبت صلاة من أجل رب أسرة صاحب عمل خاص وشاعر إن مجالات الشغل بتقل، وهو قلقان علشان عنده ابن داخل ثانوية عامة ومحتاج مصاريف كتير. معنا أختنا فاتن هتصلي. ألو. ألو. تفضلي يا فاتن. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. لا تخف ولا ترتعب. امين. نشكرك يا رب لانك بتوعدنا بانك تبارك في كل عمل ايدينا. امين. بتوعدنا انك مسؤول عننا وعن ولادنا وعن بكره. يا رب احنا جايين نقول لك انت ابونا. أمين. انت ابونا وراعينا الصالح. شيل يا رب وانزع كل خوف من قلوبنا على بكره. أمين. شيل يا رب وانزع، بنضحرج عليك كده كل هم، كل هم محطوط على كتاف أخويا. يا رب أشكرك لأنك تبارك عمله جدا، تبارك عمله جدا، هو ليه بركة عندك. أشكرك لأنه مكتوب بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. يا رب كل يا رب ما تمتد إليه يده ينجح. أمين. عشان أنت إلهه، أنت سنده. أمين. يا رب أشكرك أنه تزيد إيماننا أنا وأخويا جدا بشخصك. أمين. إنه بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب، وإنه أنت اللي هتعدي بيه، مش بس يا رب بثانوية عامة، لكن هتعوله هو وولاده حتى للشيبة وللشيخوخة، عشان أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، مش بتتغير. أنت راعي صالح، أعظمك وباركك، ليك كل المجد. أمين. إحنا معانا بنت الرب من القاهرة. ألو. ايه؟ الو؟ الو؟ اتفضلي حضرتك على الهوا. طب حضرتك، انا معايا شريفه صلاه ليا 7 سنين، انا مخلفه ولدي وبجنب وبحث عن الخلف اليمين، هو حاليا عنده 10 سنين، انا واقفه على الخلف اليمين 7 سنين، بروح لكهنه كتير ورهبان كتير وبيديني امل، يعني بيقول لي ربنا هيكرمك، بس للاسف ما بيحصلش. انا من 3-4 شهور كان عندي اختيارين، يعني ان اروح مصر احمد زار، يا اما ان انا اسافر مع دكتور يعني قريب مني، يعني ان انا اعمل عمليه تكليف وكده. انا استشرت ساهم كبير يعني، طلبت مشوره ربنا، فربنا قال لي كملي مع الدكتور القريب، ربنا خيرني. فانا من سبب خدت انا الاحباط، وانا يعني الموضوع ده نفسي انا نفسيه جدا، لدرجه ان انا بتوتر اخذ الشوره جدا، بضغط على الاحنان، بجد رحت للدكتور نفسي ثاني علاج، العلاج برضه ما جابش نتيجه، يعني بعد ما خلصت ما جابش نتيجه. يعني رغم ثقتي في ربنا وعارفه ان ربنا محب، لكن امين عندي خيبة امل ويأس ان الصلبه دي هتتحقق، فانا نفسي حد يقول لي ان هي مش هتتحقق عشان اقدر اشيلها من دماغي يعني واعيش حياتي طبيعي، يعني انا ولا قادره اشيلها من دماغي
وبسمع الوعد وبفرح فيه، لما بلاقي الوعد ما بيتنفذش بتديني خيبة أمل كبيرة يعني. وفي ناس في البيت يعني يستعملوا الملابس كده، فأنا ما أعرفش إن كان ده بسبب الموضوع ده يا ولا بإرادة ربنا، إن هون ماليش ده يعني كان خلاص يعني ده قريب يعني، فالحمد لله أشكر ربنا عليه لو ده قريب يعني، بس أعرف يعني إن كان ده قريبي ولا إن كان ده يعني ربنا لسه وقته ما جاش، بس يعني فأنا مصابة بإحباط يعني خيبة أمل. ما تصابيش بإحباط ولا يأس ولا خيبة أمل، لأنه الله أب وراعي صالح. إحنا هنصلي وهو يكون بيعرف يريحك في كل وقت، سواء إدى سواء مداش، هو يعرف يكون بيفرح قلبك. صلي معنا إنه يكون هو مصدر الفرحة الحقيقية، وهيكون بيريحك للطريقة اللي هو عايزها معاكي. هنصلي وربنا شايف الصالح. نصلي مع بعض، نصلي نشأ. ناس كتير راحت لربنا بنفس يمكن الاحباط ده، ورب تمجد. حنة كانت رايحه بنفس الالم ده لكن رب تمجد. لكن احنا عايزين نشجع كده اختنا في ايه بمزمور 9 بيقول لان الرب لا ينسى المسكين الى الابد، رجاء البائسين لا يخيب الى الظهر. يوجد رجاء، يوجد. تعالى نتحد مع بعض كلنا وكل اعزائنا المشاهدين من اجل اختنا، نصلي انه ربي يحيي رجاها من تاني ويديها امل، لانه هو اله كل رجاء. امين. نشكرك ونبارك اسمك، نبارك اسمك يا رب. جه في مره شعبك قال لك ده قد يا رب قد فقد رجائنا يا رب، لكن انت اقمتهم واحييتهم يا رب، ومديت ايديك يا رب ورفعتهم يا رب ومليتهم بالحياه من ده. احنا بنسال يا رب من اجل قوه رجاء، قوه حياه، امل. يا رب ادي بنتك كده ترفع عينيها من اول وجديد يا رب، لانك انت لسه حي موجود قريب. قد هلك رجاءنا، حاشا يا رب، حاشا يا رب، لا يهلك رجاءنا ابدا. احنا نسال من اجل بنتك انها لا تطرح ثقتها ابدا، لا تطرح ثقتها التي لها مجازه. يا رب شدد بنتك يا رب، يا رب اديها ايمان، كان ايمانها ضعف جدد ايمانها من فضلك في اسم المسيح يسوع. لا تفقد ابدا منك رجاء البائسين لا يخيب الى الظهر. اذا كانت انتظرتك يا رب ابدا ابدا، كل منتظريك لا يخزو، كل منتظريك لا يخزو يا رب. نعم في اسم يسوع يكون في نحو هذا الزمان لبنتك يا رب زي ما وعدت كثيرين، يكون لها يا رب طلبتها وسؤل قلبها. اشكرك، اشكرك لا تعدم وسيله، اشكرك. احنا جايين نعلن قدرتك عظمتك اللي ليس لها استقصاء ولا حد يا رب. نشكرك قادر على كل شيء من فضلك، من فضلك يا رب احفظ ايمان بنتك يا رب من تاني. كلمها ووعدها وثبتها وقويها وفرحها، يكون لها رجاء عظيم فيك. اعلن لها عن قدرتك يا رب كاله قادر واب حنان يسمع الصلاه واليات كل بشر. امين 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 امين. الرب يكون بيفرح قلبك يا اختي. احنا وقت حلقتنا خلص، واحنا بنعتذر لكل طلبة صلاة ما لحقناش نكون بنصلي ليها، وبس فريق الصلاة يعني بياخد الطلبات طول الاسبوع بيصلي بيها. وبنشكر حضراتكم جدا، بشكرك يا هالة، بشكرك يا نشأت، وعلى وعد بلقاء في حلقة تانية. اعزائي المشاهدين، مكتوب مهما سألتم باسمي فذلك افعله. نتدرب الوقت اللي جاي نصلي ونطلب بالإيمان باسم يسوع، الباسورد أو المفتاح اللي بيفتح أبواب السماء. ربنا معاكم.